يمكن العثور علي في كل قارات العالم، متجمدة في الثلج أو مجففة طبيعيا في هواء الصحراء، أو محنطة بحرص لتدوم آلاف السنين. قاموا بتقطيرها لاستخراج الأدوية، وسلبت من ثرواتها وقدرتها المتاحف. المومياءات ليست سوى جثث حفظت لتحتفظ ببعض أنسجتها اللينة، لكن لسبب ما اكتسبت سمعة سيئة. يخرج من عمق القبر الوحش الأكثر رعبا على مدى العصور ليضرب برعب يشل الأبدان. هوليوود استطاعت جعل المومياءات مخيفة، والاكتشافات الحديثة يمكنها أن تخبرنا الكثير عن الماضي وعن العوالم الخفية التي جاءت منها. من حضارة في التاريخ كرست نفسها للحفاظ على الأموات أكثر من مصر القديمة. على مدى 3000 سنة طور كهنتها وخبراء التحنيط فيها طقسا بسيطا إلى فن مهيب. بالنسبة لقدماء المصريين كانت الرغبة في حياة خالدة أساسية كالتنفس، لكن على خلاف الاعتقاد السائد لم يكن هذا مدفوعا بالخوف من الموت. عاش أهل مصر القديمة حياتهم محكومين بدورات النيل. في كل عام يفيض النهر على ضفافه مؤيدا الحياة للنباتات. كان الناس يعتقدون أن الحياة كلها تدور في دوائر، وأن الموت كان مجرد انقطاع مؤقت قبل إعادة مولد الحياة، والحياة كانت هي الكنز المصري. كانوا يعتقدون أنه كما تتحول الأرض للون البني في موسم الجفاف تغادر الروح الجسد عند الموت. والجثث المحفوظة جيدا فقط تستطيع إغواءها بالعودة وتضمن بهذا حياة سرمدية. في سنوات مصر الأولى كان المناخ وليس براعة المحنط هو ما يحفظ الموتى. كانت الجثث تدفن من دون توابيت في قبور ضحلة، وفي الرمال الملتهبة كان التحنيط يحدث بشكل طبيعي. لكن حين أصبح الفراعنة أكثر طموحا واجهوا بعض التحديات. في العام 3000 قبل الميلاد بدأ حكام مصر يعتبرون آلهة، وأرادوا قبورا مهيبة تدل على نفوذهم. لكن الدفن في قبور مغلقة ترك الجثث عرضة للبكتيريا والتحلل. كان الفراعنة مستعدين للذهاب إلى أبعد الحدود للحفاظ على جثثهم، وكانت تتوفر لديهم الموارد اللازمة لعمل هذا. تطورت طقوس التحنيط المصرية للفراعنة وعائلاتهم. كانت هناك عدة طرق، لكن الأثرياء فقط كانوا يستطيعون دفع كلفة العلاج الكامل. كما هي الأمور في التجارة اليوم تحصل على ما تدفع ثمنه. كان تحضير الجثة يستغرق 70 يوما، ويبدأ المحنطون المحترفون بإزالة الأعضاء الحيوية
وحفظها في أوعية خاصة ليضعوها في القبر. وباستخدام خطاف طويل كانوا يستخرجون الدماغ عبر الأنف ويرمونه، لأن المصريين اعتقدوا أن الدماغ لا قيمة لها، وأن التفكير كان يحدث في القلب الذي يتركونه في الصدر. ثم يمددون الجثة لتجف على سطح مرشوش بالنترول، وهو مزيج من الملح والبيكنج باودر. وبعد 40 يوما يعودون ويجملون الجثة بزينة الوجه والزيوت المعطرة ليغروا الروح بالعودة. ثم يرفون الجثة بأشرطة الكتان المطلية بطبقة من الرتنج أو القار. في الحقيقة مومياء هي كلمة عربية تعني معالجا بالقار. وينشد الكاهن: ستعيش إلى الأبد. كانت مومياءات الفراعنة والنبلاء الأثرياء تدفن مع كل ما قد يرغبون فيه في العالم الآخر، لكن تلك كانت غلطة قاتلة. فبإصرارهم على أخذ ثرواتهم الدنيوية معهم، وضعوا مومياءاتهم المحفوظة بإتقان في خطر. انتهك اللصوص حرمة العديد من المدافن، بما في ذلك معظم قبور الفراعنة حالة إغلاقها تقريبا. كان العديد ممن ينهبون من بناة الأهرام أنفسهم، حيث كانوا يعرفون كل الأبواب الخفية والممرات السرية. كان المتطفلون يواجهون موتا محققا إذا قبض عليهم، لكن كنوز الفراعنة كان يصعب مقاومتها. وفي تعجلهم لم يبد اللصوص احتراما للمومياءات، وكانوا غالبا ما يمزقونها. هذا النهب ليس إلا الأول في سلسلة من الانتهاكات ستعانيها مومياءات مصر. على مدى قرون عاشت هذه الأثريات حياة عنيفة مضطربة. كانت المومياءات المصرية تقدم في العروض على أنها مسوخ، وتعرض في المتاحف ككنوز، وتستخدم في الطب. في العصور الوسطى سحقت آلاف المومياءات لصناعة مسحوق المومياء، الذي كان يستخدم لمعالجة الجذام وكسور العظام والنقرس وألم الأسنان. في بلاط أوروبا كان الملوك والنبلاء يحملون أكياسا صغيرة من المسحوق الفعال لمعالجة أمراضهم اليومية. وأثناء الحرب الأهلية الأمريكية ابتكر مصنع ورق في نيو إنجلاند استعمالا آخر للمومياءات. بعد انقطاع مورد الكتان استورد آيزاك سانوود من غاردنر مين المومياءات المصرية مقابل 3 سنتات للباوند، واستخدم كتانها لصناعة الورق. حول الكتان المنقوع في الراتنج الورقة إلى اللون البني، أصل أوراق تعليب اللحم وأكياس البقالة. لكن لا شيء يقارن بالإهانات التي ارتكبت باسم العلوم. في القرن 19 نهب الباحثون عن الكنوز وعلماء الآثار جميع القبور المصرية التي عثروا عليها. كانت أساليبهم تنم عن عدم البراعة. حتى الفرنسي أوغوست ماريت، أول رئيس مكتب أثريات في مصر، ترك وراءه دمارا.
استخرج ماريات عشرات المومياءات، لكن أعجبها كان الثيران المقدسة التي وجدها في سقارة على بعد 30 ميلا جنوب القاهرة، ويمكن زيارة قبورها الضخمة حتى اليوم. هنط المصريون ملايين الحيوانات خاصة القطط والسعادين والثيران، وقد يكونون حنطوا الطائر المقدس لديهم أبو منجل إلى حد الانقراض. انتهاك قدسية المومياءات وفر موضوعا خصبا لهوليوود أيضا. في هذا الفيلم الذي أنتج في عام 1959 بعنوان المومياء، يقتحم فريق علماء آثار ضريحة أميرة موقظا غضب حارسها القديم. من يسرق قبور مصر يموت. لكن لعنة المومياء لم تكفي أبدا لحماية كنوز مصر القديمة. ما زال انتهاك حرمة القبور يشكل تجارة كبيرة اليوم. عام 1992 أغارت عصابة لصوص على هذا المعبد القديم في الصحراء على بعد 100 ميل غربي أسوان. كانت طريقتهم لا تختلف كثيرا عن تلك في أيام الفراعنة. كما أن مخابئهم لم تتغير كثيرا. على مدى قرون عاش بعض أنجح سارقي القبور في هذه البلدة القديمة التي تسمى القرنة، المحاطة بوادي الملوك قرب طيبة. ورثت العائلات الأسرار التي تعرفها عن التلال المجاورة على مدى قرون حتى هذا اليوم. ما زال البعض يكسبون رزقهم بإشباع نهم السوق السوداء للأثريات، ومعظم الأثريات مصدرها قبور نبلاء صغار. في الوقت الحالي أوكلت مهمة حماية كنوز البلاد إلى شرطة الآثار. من مراكزهم الرئيسية في القاهرة يراقبون بحذر جيل السارقين الجديد هذا. وفي قضية سرقة معبد الصحراء وصلتهم معلومات صحيحة. انطلقت الشرطة سريعا في أثر لصوص المعبد. هذا تمثال المسروق على الأقل لم يصل إلى السوق السوداء العالمية، لكن على خلاف المومياء يمكن القول إن له بدائل. كان التمثال لرمسيس الأكبر الفرعون الذي بذل جهدا أكثر من غيره لضمان عدم نسيان صورته، ويقال إنه أعظم الفراعنة. شيد رمسيس معابد ونصبا تذكارية على شرفه في شتى أنحاء مصر. حكم 67 عاما في أوج المملكة الجديدة، العصر الذهبي لمصر. الآن تعرض مومياء الملك العظيم في المتحف المصري في القاهرة، ذراعاه متصالبتان في الوضعية التقليدية للملوك. بعد 3000 عام من الاختباء أصبح عرضة للصوص والباحثين عن الثراء والربح. حفظ بإتقان ليبقى لعصور أخرى. لقد انتهت أيام العمل اليدوي. أصبحت دراسة مومياءات كرمسيس تجري بأعلى التقنيات. باستخدام التصوير الطبقي يمكن القيام بجولة فعلية في أحشاء المومياء من دون مس الأجزاء الخارجية.
تكشف الصور تفاصيل حميمة عن الغذاء والتاريخ الطبي وبنية الجسم. هذه المومياء على سبيل المثال لها أذن مشوهة، وهذا يدل على مرض مزمن في الأذن، وهناك احتمال كبير أن يكون هذا سبب الوفاة. لكن بالنسبة للمومياءات، للموت معنى آخر يختلف عن معناه لنا. هذا لأن المومياءات بالمعنى الحقيقي للكلمة قد عاشت، وما زلنا نستطيع دراستها والتعلم عن حياتها. التنمية الموجود في شمال السودان ما موجود في الجنوب. أنا يجيب التنمية، يجيب الشوارع، يجيب المدارس، يعمل لنا مستشفيات، لكن غياب حاجات دي الناس ما يشافوا. دانييل دينغ رئيس الأساقفة للكنيسة الأسقفية السودانية: إذا في تفرق أسس الدينية ده بكون مسؤولية بتاع حكومة. مقابلة خاصة السبت 6 على شاشة العربية. أحداث الإسكندرية تفتح ملف الاحتقان الطائفي في مصر، فهل هذا وقت تلبية المطالب القبطية أم مواجهة الإرهاب؟ استوديو القاهرة مع حافظ الميرازي، الجمعة 8 على شاشة العربية. أمازونا ستائر من الخشب الطبيعي الفاخر، أمازونا من سيدار. أمازونا ستائر من الخشب الطبيعي الفاخر، أمازونا من سيدار. في مصر وحدها قبل 3000 يقدر أنه تم تجهيز 70 مليون مومياء. صحيح أن العديد منها فقد، لكن من المؤكد أن الملايين بقيت مخبأة تحت الرمال، وهذا في مصر وحدها. قد يكون المصريون أفضل حافظي مومياءات، لكن هناك أجزاء من نصف الكرة الغربي لديها الظروف الملائمة أيضا لحفظ الموتى. قرب سواحل جنوب البيرو ثمة صحراء قد تكون الأكثر جفافا في العالم، لدرجة أن رسومات يعود تاريخها إلى 2000 مضت ما زالت ترى على الأرض. رسوم ناسكا الشهيرة حيرت العلماء منذ شاهدها العلماء أول مرة في أوائل القرن 20، لكن الجفاف القاسي حفظ ما هو أكثر من الرسوم. مئات المومياءات مجففة طبيعيا في هواء الصحراء أو محنطة بحرص منذ آلاف السنين. يقول بعض الخبراء إن البيروفيين بدأوا صناعة المومياءات قبل المصريين، ولا تنتهي أوجه الشبه بينهم وبين مصر عند هذا الحد. كان اللصوص أول من اكتشف مقابر البيرو القديمة. في أوائل القرن الماضي بدأت الأقمشة القديمة تظهر في محلات الأثريات في ليما، جذبت اهتمام عالم آثار بيروفي شاب اسمه هوليوتيل، وقرر تتبع أثرها.
بعد بحث دام 10 سنوات جاءت تل إلى هذه الصحراء القاحلة في شبه جزيرة تدعى باراكاس. بطريقة ما أقنع سارق قبور محليا بإرشاده إلى مصدر غنائمه. مدافن قديمة مخفية في الصحراء. مع أنه من الواضح أن السارقين وصلوا إليها أولا، اكتشفت تيل حضارة لم تكن معروفة قبل ذلك، تحتوي على 3 مدافن تضم مئات الجثث المحنطة، يعود تاريخها إلى 300 عام قبل الميلاد. هذا رأس موميا. عالمة علوم الإنسان سونيا غولين خبيرة جدا في المومياءات البيروفية. أحاول إزالة القماش بأرق طريقة ممكنة. لابد أن عمر هذه حوالي 1000 سنة. كان البيروفيون القدماء غالبا ما يدفنون موتاهم بوضعية الجلوس، فأوجدوا بهذا ما أصبح يعرف بالرزم المومائية. هذه واحدة من أكثر مناطق العالم جفافا. هذا المناخ جيد للحفظ لدرجة أن المومياءات أصبحت لا تحتاج استخدام وسائل صناعية. في حالات أخرى كان المحنطون البيروفيون يعتمدون على تركيبة من هواء الصحراء الجاف وتقنيات شبيهة بتلك التي استعملها المصريون. بعد إزالة أعضاء الجسم الحيوية كانوا يملؤون التجويف بالصوف، ثم يلفون الجثث بطبقات من الأقمشة المحاكة. أزيل الطبقة الثانية عن المنطقة التي سنجد تحتها الوجه. يصل وزن رزم المومياءات حتى 100 كيلوغرام مع أكثر من 60 طبقة من القماش. مقارنة بالرزم الأخرى، القماش الذي يغلفها بسيط جدا. كانت الطبقات الخارجية التي تغلف هذه المومياءات مليئة بالأدلة عن حضارات البيرو القديمة. الرسوم الملونة وصور النباتات والحيوانات قد تشير إلى وظيفة وطبقة مرتديها. كانت أروع الأقمشة المغلفة تظهر على الذكور الأكبر سنا. هذا القماش جاء من مقبرة يبدو أنها كانت مخصصة للأثرياء. داخل طبقات القماش غالبا ما تكون المومياء محفوظة بشكل مذهل. كانت هذه المرأة الشابة بين سن 18 و20 حين ماتت، وكانت قد أنجبت للتو. في الواقع قد يكون هذا سبب وفاتها. أسمت سونيا غولين بانشا. تصبح متصلا بما تعمل معه، ونحن نعمل مع أناس ومن الطبيعي أن نسميهم. كان غالبا ما يؤثر على قطع فخارية ومقتنيات أخرى مدفونة مع المومياءات، ربما للاستعمال في العالم الآخر. بالنسبة إلى حضارة يعود تاريخها من 600 عام إلى 175 عاما قبل الميلاد، كان فن شعب باراكاس مثيرا للإعجاب. لكن لعل أعجب مهاراتهم كان فنا من نوع مختلف. كان في العديد من الجماجم التي عثر عليها في باراكاس علامة غريبة، ثقب. غالبا ما تظهر دلائل الشفاء على حوافه. أدرك العلماء أخيرا أن هناك تفسيرا واحدا فقط. لقد مارس البيروفيون القدماء جراحة الدماغ. كان معظم المرضى من الرجال الذين يحملون أثار ضربات قوية على الرأس. من المحتمل أنهم أصيبوا بها في المعارك. لتخفيف الضغط عن الدماغ كان الجراحون القدماء يحدثون ثقبا صغيرا في الجمجمة.
أحيانا يكون ثقبا واحدا، ولكن في الغالب عدة ثقوب. كانوا يستخدمون أدوات خاصة مصنوعة من النحاس أو البرونز أو السبج، وهو زجاج بركاني. ومن دون وجود المخدر من المرجح أن المرضى كانوا يمضغون الأعشاب لتسكين ألمهم. ما يدعو للغرابة أن حوالي 60% من المرضى نجوا بعد العملية، وعاش العديد منهم طويلا بعدها. كان البيروفيون القدماء يبجلون موتاهم، فقد اعتقدوا أن من المهم معاملة أجدادهم جيدا لأنهم يستطيعون التشفع لهم عند الآلهة. لكن من بين جميع المومياءات البيروفية القديمة كانت هناك نخبة مختارة تعظم أكثر من البقية. إنهم الحكام السابقون لإمبراطورية الإنكا القوية. في البيرو ما زال يقام أكبر وأروع مهرجان سنوي، إنتيريمي، مهرجان الشمس. في يونيو من كل عام في كوسكو كما في الأزمان الساحقة تكتظ الشوارع بالناس. طوال 8 أيام يحتفلون ليقدموا الشكر للشمس على الحصاد الماضي، ويقدمون الصلوات للمحاصيل القادمة إجلالا للماضي. يلعب بيروفي دور الحاكم العظيم. حين كان إمبراطور الإنكا يسيطر على الأرض كان نفوذه واسعا، لكن الساحة لم تكن له وحده، فقد كان أكثر الزوار تبجيلا في إنتيريمي أجداده، الجثث المحنطة للحكام السابقين. لم يكن مهرجانا يكتمل من دون حضورها. اليوم رحلت المومياءات، وعلى بقايا معبد الشمس العظيم في كوسكو تقوم كنيسة كاثوليكية. لكن سكان المدينة ما برحوا يذكروننا بأنه منذ 500 عام كان هذا مركز أعظم إمبراطورية عرفتها الأمريكيتان. قرب كوسكو الحصون العظيمة ومصاطب المحاصيل الضخمة تشهد على تطور حضارة الإنكا. في أوجها كانت الإمبراطورية بحجم الإمبراطورية الرومانية، تمتد من الإكوادور الآن إلى وسط تشيلي. هذا الوادي العظيم كان في يوم من الأيام ملكا لحاكم الإنكا وعائلته، وكانت كل المحاصيل ملكا له ليعيش حياة تليق بآلهة. كان حاكم الإنكا يمتلك قوة مطلقة على رعاياه. كان بإمكانه اختيار أجمل نساء المملكة زوجات له. كان يرتدي ملابسه مرة واحدة فقط، وقد قيل إنه اشتهى سمكا طازجا فتم اصطياده في الصباح وقدم إليه على العشاء، وذلك عبر شبكة الطرق الشاسعة في الإمبراطورية. لكن الإمبراطور لم يكن الإنكا الوحيد الذي عاش حياة مترفة، فهذه المزايا كانت تنطبق أيضا على مومياءات الحكام القدماء، فقد استمروا يسكنون قصورهم الكبيرة، وكل يوم كان الخدم يلبسونهم ملابسهم الفاخرة ويقدمون لهم طعامهم المفضل. علق أحد الإسبان الدارسين قائلا إن المومياء بدت حية تقريبا.
كانت الجثث سليمة جدا ولم تفقد شعرها أو حواجبها أو رموشها. كانت أوزانها خفيفة جدا لدرجة أن أي هندي قد يحملها من بيت إلى آخر. لم تتابع مومياءات أخرى في التاريخ أيامها، كأن الموت لم يأتها. لكن حتى تحت ضغوط الإسبان لم يكشف الإنكا قط عن أسرار التحنيط. اعتقد الإسبان أنهم كانوا يطلون المومياءات بطبقة رتنج كالمصريين، لكن طريقة الإنكا في حفظ أباطرتهم بقيت محيرة كمخابئ جبالهم. لكن ما عرف هو أن العناية بحوالي 12 بيتا ملكيا أصبحت هبئا كبيرا على موارد الإمبراطورية. عام 1525 اختلف ابنان من أبناء الإمبراطور الميت حديثا حول ما إذا كان عليهم الاحتفاظ بالمومياءات الملكية. وقعت حرب أهلية للسيطرة على العرش. كانت إمبراطورية الإنكا في أشد حالات ضعفها حين ظهر خطر جديد في الأفق. كان الإسبان لغزا للإنكا. كانت معهم حيوانات غريبة كبيرة ومهيبة أكثر من اللاما. كانوا يحملون أسلحة غامضة قوية جدا. وبدهائهم ونفاقهم جردوا حاكم الإنكا العظيم وشعبه من مقاومتهم. في غضون أسابيع وجد الإنكا أنفسهم محاصرين تماما. وفي جوف الليل هرب نبلاء المومياءات الإمبراطورية خارج كوسكو وخبأوها. لكن أتهوابا إمبراطور الإنكا في ذلك الوقت لم ينجو بسهولة. أصغى الفاتح فرانسيسكو بيزارو إلى ابن عمه هرنان كورتيز حين وصف له كيف هزم المكسيك باختطاف إمبراطور المكسيك. كان رجال بيزارو أقل عددا، وعرف أن أفضل فرصه للنجاح في البيرو تكمن في أن يحذو حذو ابن عمه. فحبس إمبراطور الإنكا مدفوعا بيأسه. عقد أتهوابا صفقة للإبقاء على حياته، فأوعد الإسبان بملء زنزانته بالذهب. إنها أعجب فدية في التاريخ. وعلى مدى أسابيع تراكم الذهب الذي جمع من أنحاء إمبراطورية الإنكا. لم يستطع الفاتحون تصديق ما يرونه. إن كان من الممكن إيجاد كل هذا الذهب بهذه السرعة فلا بد أن هناك المزيد. وغلب الجشع على الإسبان وجعلهم يتراجعون عن وعدهم لأتهوابا إمبراطور الإنكا وقتلوه. هل تميز الأنظمة بين المقاول السعودي والمقاول الأجنبي؟ هل صحيح أن الحكومة صنعت قطاع المقاولات وهي أسهمت في تعثره؟ لماذا تموت شركات المقاولات في السعودية؟
واجه الصحافة مع داود الشريان، الجمعة 10 على شاشة العربية. يقال إن الاتحاد قوة وإن الضعف في الانفصال. هل ينطبق هذا على تحديد مصير السودان؟ أيام تفصلنا عن الاستفتاء الكبير لأكبر بلد عربي. من الذي يسعى إلى الوحدة؟ ومن يدفع إلى الانفصال؟ تجربة استثنائية يسطرها التاريخ بكل نتائجها. السودان، وحدة أم انفصال؟ تغطية خاصة على شاشة العربية. وبالطبع لقيت المومياءات المصير ذاته. لسنوات ظلت تعبد سرا، لكن تفاني الناس في عبادة آلهتهم روع الإسبان وجعلهم يجبرون شيوخ الإنكا على الكشف عن مخابئ المومياءات، فأمروا بإرسالها إلى ليما. مراقب إسباني يصف رحيل المومياءات الدرامي. غطوها بملاءات بيضاء وركع جميع الهنود حين رأوها تمر بهم وانحنوا وبكوا وانهمرت الدموع على وجوههم، حتى أن العديد من الإسبان نزعوا قبعاتهم لأنها مومياءات ملكية. تختلف الأقوال بشأن مصيرها، لكن الاحتمال الأكبر أن الإسبان أحرقوها خوفا من أن تلهم قوة المومياءات الإنكا المهزومين. قد يكون أكبر عدد من المومياءات في مصر وأقدمها في جنوب أمريكا، لكن علينا زيارة الصين لرؤية ما قد تكون أفضل مومياء محفوظة في العالم. عثر عليها عام 1972 في تشينشا عاصمة مقاطعة هونان، بينما كان العمال يحفرون لوضع أساسات مستشفى اضطروا إلى الاتصال بعلماء الآثار فجأة. لقد اكتشفوا مدفن زوجة رئيس وزراء عمره أكثر من 2100 عام. كانت موضوعة في ثلاثة توابيت مغلفة بخمسة أطنان من الفحم الممتص للرطوبة، حيث ثبت أن هذه بيئة مثالية ليس لحفظ الكنوز الثمينة فحسب، ولكن أيضا لحفظ الجسم البشري. اليوم متحف هونان في تشانشا هو المثوى الأخير للسيدة تشين، أشهر مومياء في الصين. يأتي الناس من كل مكان لرؤية هذا الأثر الخارق من الماضي، ولا يخيب أملهم، فالسيدة تشين تبدو كأنها حية. ما زال جلدها لينا ومفاصلها مرنة، لكنها لم تحنط قط، فقد عثر على جميع أعضائها في جسمها. بيئة قبرها الباردة الرطبة الخامدة عملت على حفظ هذه المومياء. كما حفظ ضريح السيدة تشين أكثر من هذا، فقد عثر معها على أكثر من 1000 قطعة أثرية، وهي تنقلنا إلى عصر كان مدفونا في ماضي الصين، إلى زمن سلام ورخاء يعرف بزمن سلالة هان. في أوجه قبل حوالي 2000 عام كانت إمبراطورية هان تماثل في قوتها ومجدها الإمبراطورية الرومانية، والتي كانت مزدهرة في الزمن نفسه. كانت العائلات الأرستقراطية كعائلة السيدة تشين تجمع ثروات هائلة، معظمها ثمرة طريق تجاري جديد خلاب إلى الشرق.
سيصبح معروفا في التاريخ باسم طريق الحرير. إنه طريق خيالي يمتد لستة آلاف كيلومتر ويربط الصين بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وروما. كان الطلب شديدا على الحرير الصيني، ومقابل هذا الحرير كانوا يحصلون على الذهب والخيول والعطور والجمال. كان الحرير مرغوبا به أيضا في البلاد، وقد استعمله الصينيون حتى في صناعة العملات. عثر على أكثر من 100 دليل مذهل في قبر السيدة تشين. بعض الأنواع تسمى السديم الطافي وتزن بضع أونصات، وأنواع أخرى مطرزة بكثافة. فرق من العمال عملت أشهرا في معامل الحرير الحكومية لصنع هذه الرسوم المعقدة. عثر على هذه الراية على تابوت السيدة تشين، ويعتقد أنها رسم لها. تظهر في الرسم متكئة على عكاز، لكنها كانت في 50 من عمرها حين ماتت. كشفت مومياؤها عن السبب. كانت السيدة تشين تعاني من فقرات متضررة في أسفل ظهرها، ولحسن الحظ لم تتطلب حياتها عملا كثيرا. فباعتبارها أرستقراطية عاشت السيدة تشين حياة مريحة يحيط بها الخدم، حتى عند موتها صاحبها 162 خادما مصنوعين من الخشب. كانت وظيفتهم خدمتها والترفيه عنها بالموسيقى في العالم الآخر. عثر مع السيدة تشين على كنز آخر، وهو إناء مطلي، وهو ما كان في ذلك الزمن أثمن المصنوعات. الأواني التي وجدت في الضريح كانت مليئة بالطعام الغني الذي كانت تفضله في حياتها الرغيدة. ليس من المدهش أن الباحثين الذين يدرسون مومياءها بعد 21 قرنا اكتشفوا أن أسلوب حياتها لم يكن صحيا. كان جسد السيدة تشين محفوظا جيدا لدرجة أن الأطباء استطاعوا إجراء تشريح طبيعي تقريبا. وقدم قلبها الذي حفظ جيدا أدلة أخرى. وجد الأطباء شيئا مألوفا، سدت شرايين السيدة تشين نتيجة لحياة خالية من النشاط ومليئة بالطعام الدهني. ماتت قبل 21 قرنا إثر نوبة قلبية. من نواح كثيرة يبدو أن أشهر مومياء في الصين عاشت في حقبة لا تختلف كثيرا عن حقبتنا. بعض أشهر المومياءات في العالم ليست مومياءات البتة. لقد تحللت أجسامها تماما، لكن أشكالها حقيقية إلى درجة أننا لا نفكر نعتقد أنها محفوظة. قد تكون قصتها أكثر القصص تأثيرا. كانت بومبي في عصرها الذهبي ملها للأثرياء ومنتجعا بعيدا عن إزعاج روما. كانت الحانات والمسارح تملأ شوارعها، وكان أهمها شارع فيا ديل أبوندانزا ومعناه شارع الرغد. لكن هذا كله سيتبدد في غضون ثوان. في ليلة واحدة أصبحت بومبي مدينة الموتى.
في 24 من أغسطس عام 79 بعد الميلاد بدا كأي يوم آخر في هذه المدينة التجارية المزدهرة في ظلال فيزوف. لم يكن الكثيرون مدركين لخطورة الجبل العشبي القريب. كان المكان الذي يتنزهون فيه ويرعون حيواناتهم ويجمعون العنب للنبيذ. شعر أهالي بومبي بالأمان تحت حماية أقوى إمبراطورية على وجه الأرض. انفجر فيزوف كالمدفع مرسلا وابلا من الصخور المنصهرة على الناس. ومحولا النهار الى ظلام. هرب معظم سكان بومبي. لكن 2000 على الاقل اختاروا البقاء مترددين في التخلي عن ممتلكاتهم. تشبث بعضهم بالحياة ساعات، لكنهم اختنقوا في النهاية بسحب الغازات السامة. وأخيرا خيم الصمت. نامت بومبي 16 قرنا مدفونة تحت 20 قدما من الرماد. وحين ايقظ علماء الاثار المدينة وجدوها وقد تجمدت في الزمن محفوظة كما كانت في لحظة دمارها. ليس هناك مكان اخر يكشف حقائق عن حضارة واهالي الامبراطورية الرومانية كالتي تكشفها بومبي اليوم، كما لو ان مدينة كاملة حنطت ثم استخرجت ليراها الناس. هذا هو شارع الرغد، رصيفاه مرتفعان لإبعاد أقدام المارين عن الوحل، ومتاجره التي كانت تبيع الحرير من الصين والعطور من الجزيرة العربية. في المركز منتدى المدينة الكبير. كانت معابده ومبانيه العامة مكتظة بالناس في يوم ما. هذه الغرفة البخارية الهادئة الفارغة في الحمامات العامة تبدو الآن ضريحا بعد أن كانت ناديا صحيا في الماضي. كما اكتشف علماء الآثار طريقة لاستخراج جثث أهالي بومبي. هذه ليست مومياءات كما شاعت تسميتها، فاللحم والعظام لم يقاوما أثر القرون. بدلا من هذا، حين تحللت أجسادهم في الرماد المتصلب شكلت التجاويف. ملأ علماء الآثار التجاويف بالجص وأزالوا الرماد ليكشفوا عن أهالي بومبي في لحظات حياتهم الأخيرة. وكأن نهاية أهالي بومبي الرهيبة جعلتهم خالدين إلى حد ما. في هذه المدينة التي حفظت بشكل جيد يمكننا رؤية الحياة التي عاشوها.
تيرنتيوس نيو كان محاميا شابا ناجحا. في هذه اللوحة الجصية التي وضعت للترحيب بالضيوف إلى منزله يضع ذقنه على لفافة من ورق، وزوجته تحمل أداة كتابة ربما لتري الجميع أنها تعرف الكتابة. تزخر أثار بومبي بالصور الجصية والفسيفساء الغنية بالألوان. كشف علماء الآثار عن حجيرات كانت تستعملها بائعات الهوى في الماضي، لكن يبدو أن معظم أهل بومبي كانوا يقضون وقت فراغهم في المسرح. اليوم هناك ساحتان يمكن زيارتهما، كانت الكوميديا والتراجيديا مشهورتين بالدرجة نفسها. جدران البيوت تعج بصور الحياة وأيضا بصور الموت. رغم ارتياحهم بدأ أن أهالي بومبي أدركوا هشاشة عالمهم. كما كتب أحدهم في لفافة على جدار: لا شيء في العالم يدوم للأبد. لعل هذا سبب افتتاننا الذي لا ينتهي بالمومياءات. لقد احتالت على الزمن وبقيت متحدية كل الاحتمالات. من الصين القديمة إلى مصر إلى البيرو إلى الأشكال الشبيهة بالحياة لأهالي بومبي الأموات، يمكنها نقلنا إلى العوالم القديمة وأن تبعث الحياة في الماضي. وقد يكون هذا ما يجعل المومياءات خالدة.